طب انا عندي سؤال، اتفضل. هو ربنا بيستفاد ايه؟ يعني لو حضرتك بتقول فعلا ان ربنا خلقنا عشان نجاهد وان احنا بنتألم كده كده اكيد، فربنا بيستفاد ايه لما احنا نتألم؟ ده سؤال جميل يا فريدة، والحقيقة انه سبب جمال السؤال ان انت مش حاسة انك مكسوفة وانت بتسألي كل الاسئلة اللي جواكي، وهو ده اللي احنا محتاجينه بالفعل. السؤال عمره ما كان عيب، السؤال عمره ما كان حرام. كان دايما الصحابة يجوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويسألوه نفس الاسئلة اللي احنا بنقعد نسألها النهاردة. ربنا هيستفاد ايه؟ احنا لسه قايلين من شوية ان ربنا مش محتاج ان احنا نعبده. ربنا قال لنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وعلشان ربنا يجاوب على سؤالك راح قال في الآية اللي بعدها على طول ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا مش بيستفاد حاجة، لكن إحنا اللي بنستفاد. يعني هضرب لك مثال، أنت لو في عندك واحدة صاحبتك أو أختك عايزة تخليها تطور من سكيلز معينة عندها، فأنت قلت لها والله أنا عايزاكي تاخدي الكورس الفلاني، إيه اللي لازم هي تعمله؟ لازم تصحى بدري، بعد ما كانت بتصحى كل يوم على الظهر، صح؟ لازم تبدأ تذاكر. ممكن أثناء الكورس اللي هي بتاخده ده تتعب، بس هي لازم تمتحن. ده مش كله عبارة عن جزء من التعب، جزء من المشقة، جزء من الألم؟ ربنا سبحانه وتعالى بيدينا نفس النعمة دي، إن هو لما بيبتلينا، لما بيوجد لينا الاختبار في الدنيا دي، هو مش بيستفاد، لكن مين في النهاية اللي بيستفاد؟ إحنا اللي بنستفاد.